خلينا ناخد دكتور محمود شاهين معنا على التليفون، طبعا مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور بونجور، صباح الهنا في البدايه على حضرتك. صباح الفل من عوانكم كريم، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك وبنسعد بوجودك دايما وبنستفيد اكيد، ومهم جدا نعرف حقيقه الامرين، لان في ناس او في بعض الخبراء وفي بعض المنشطات اللي كتبت ان شهر 8 هيشهد يعني ارتفاع مش ملحوظ، لا ارتفاع شديد جدا وغير مسبوق في درجات الحراره، ومنهم المصري اليوم بالمناسبه كانت كاتبه مقاله زي كده، وعلى الصعيد الثاني ناس بتقول بالعكس هيبقى في يعني جو الطف ودرجه حراره الطف شهر 8 عن شهر 7. الحقيقه فين يا دكتور؟ وخلينا نعرف تفاصيل اكيد من حضرتك، اتفضل. هو طبعا حضرتك في البدايه احنا بنقول اول ما بنلاقي اختلافات في الاراء وانتقادات لبعض من مواقع التواصل الاجتماعي بنرجع للهيئه الارصاد الجويه على طول. بالظبط. الحمد لله الى حد كبير بيبقى توقعاتنا واخده مصداقيه كبيره يشهد بيها الساده المواطنين. وده احنا قلناه من يوم 29/7، من يوم 29 يوليو اول ما بقى في كلام في هذا الموضوع وفي هذا الشأن عن شهر اغسطس، دخلت على طول هيئه الارصاد الجويه وقالت التنبؤ الشهري اللي بتطلعه هيئه بيقول ان في انخفاضات في درجات الحراره بدايه من 29/7 بنستشعرها بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الاول من شهر اغسطس، وان كان هناك بعض الموجات شديده الحراره المعتاده في شهر اغسطس مش هتستمر اكثر، الموجه مش هتاخد اكثر من يوم اثنين بالكثير، مش هتكون بالاستمراريه اللي شفناها اكثر من 20 يوم في شهر 7. وده اللي حصل، ثاني اسبوع على طول في شهر اغسطس بدا يومين بس السبت والحد ارتفعت فيهم درجه الحراره على اغلب المحافظات كموجه ثانيه الحراره، ثم انخفضت من يوم الاثنين اللي فات واستمر كله درجات حراره حول المعدلات اقل من المعدلات. اجواء النهارده ما زالت تشهد بهذا الاعتداد في درجات الحراره. رائع جدا. طيب يعني كده نطمن، ولا برضو فكرة وجود الرطوبة بنسبة عالية هتؤثر برضو على الحرارة وبالتالي برضو مش هيبقى فيه فارق كبير؟ يعني موضوع الرطوبة ده برضو خلينا نطمن من حضرتك يا دكتور. وحضرتك طبعا ما فيش كلام من شهر 8 بيكون فيه ارتفاعات في نسب الرطوبة، لكن الحمد لله درجات الحرارة تسجل حول المعدل وأقل من المعدل، ده بيقلل شوية من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة إلى عاملين مهمين جدا بدأنا نشوفهم خلال هذه الأيام، هو أصوات الرياح في فترات الليل، ده بيخلي الأجواء فترات الليل ممتعة جدا، بتقلل بكثير إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة اللي هي تعتبر العظمى بتاعت الرطوبة في فترات الليل. فنشاط الرياح بالليل قلل من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. أيضا تكون السفن المنخفضة والمتوسطة اللي بدأنا نشوفها في الصباح الباكر عن طريق سبورة مائية أحيانا، ده برضه بيقلل من ارتفاعات نسب الرطوبة أو إحساسنا بارتفاعات نسب الرطوبة في الأولى. بياخد فكر الواقع بيقول إن خلال هذا التوقيت تحديدا في سحب موجودة في سماء القاهرة ممتدة من الشمال الشمالية قللت بالفعل وإحساس السادة المواطنين بارتفاع نسب الرطوبة. كويس جدا، يعني نطمن نقدر نقول. رائع جدا، نشكرك جدا دكتور محمود على هذه التغطية، هذه المعلومات، شكرا لك.